أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وردتنا رسائل كثيرة، منها هذه الرسالة أشاركها معكم. السيد الفاضل نيافة القمص زكريا بطرس، تحية واحتراما وإجلالا. أما بعد، أود أن أشكركم على برنامجكم العظيم الهادف الذي زادني إيمانا ومعرفة وأضاف لي من المعلومات التي قد تخفى عني. أناشد نيافتكم الإجابة على بعض الأسئلة التي قد تكون محيرة لي ولا أجد لها إجابة شافية. هل صورة السيد المسيح التي نراها مطبوعة هي صورته الحقيقية أم لا؟ ثم أن هناك صور كثيرة له مختلفة كثيرا عن بعضها، فهل فيهم صورة حقيقية وأيهم هذه؟ وإذا لم يكن فيهم صورة حقيقية فلماذا نقبل هذه الصور في حين أنه مكتوب في الكتاب المقدس لا تصنع لك تمثالا أو صورة لتعبدها؟ في هذه الحالة نكون قد خلفنا وصايا الرب. سؤال قيم يا أخت منال، شكرا وننتظر الإجابة. أيضا أنا أعرف أنه في الإسلام أن التماثيل حرام، أو الأصنام، أن التماثيل لها علاقة بالأصنام، هو الأصنام طبعا. تفضل. حلو، بس في حتى استدراك بسيط، أنا لست صاحب نيافة، أنا يسموني قدسك يعني. نعم. فصعب النيافة دي رتبة أعلى مني. أيوه. بالنسبة لصور المسيح، نعم. الصورة مأخوذة من صورة الكفن المقدس. كفن بتاع المسيح عسر عليه وبيعرض في تورينو، الكفن نفسه، وفي صورة مطبوعة أجريت عليها أبحاث في مراكز الفضاء، فوجدوا أنها مش مرسومة لا بزيت ولا بألوان ولا بأي حاجة. المسيح وهو بيقوم من بين الأموات، الضوء بتاع القيامة واللاهوت طبع زي القنبلة الذرية، طبع الصورة بتاعت المسيح بجراحاتها وبوجهه وبظهره على الكفن من قدامه من نارها. الكفن ما كانش بيتلف كده، الكفن كان بيبقى من الوش والظهر من فوق لتحت. فالصورة بتاعت الكفن موجودة، ومنها أخذت كل هذه الصور، كل بلد أخذتها وحطت عليها الانطباع بتاعت الفن بتاعها. لكن الملامح أساسية. أما عن الوصية الخاصة، لا تصنع لك صورة مما في السماء وما على الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. الفكرة في الآية النفي هو نفي العبادة، نعم، والسجود لها، بدليل أنه في نفس السفر اللي ذكر فيه هذا، يعني في إصحاح 20 ذكر لا تصنع لك صورة ولا تمثال، نعم، أي لا تصنع لك صورة ولا تمثال، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. في نفس السفر إصحاح 25 يقول وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعا ونصف إلى آخره، وتصنع كروبين من ذهب، صنعت خراطة كذا، فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا على الطرف من هناك، مش عشان خاطر يسجد لها. وكان الستائر أيضا قايل لهم أن تعملها بالكروبين، تصنعون الكروبين على الكروبين، يعني الملائكة. النفي مش للصور، لكن النافي للعبادة. نعم. لأن الصور عبارة عن إيه؟ وسيلة إيضاح، إلستريشن. وفي الإسلام أيضا الأصنام محرمة طبعا، لكن ما تنساش أن لما دخل محمد إلى مكة في الفتح، دخل الكعبة وقال لهم شيلوا جميع الصور والأصنام، وجي حطت إيده على صورة، قال ما خلا هذه، وكانت صورة العذراء والمسيح. وظلت في الكعبة إلى أن احترقت الكعبة بعدها بقرون. هذه الصورة كانت موجودة في الكعبة، في الكعبة، ومحمد التاريخ والسيرة النبوية بيقول كذا، موجودة في سيرة ابن هشام الحلبي. شيء عجيب. فهي للإلستريشن، نعم، ما هيش للعبادة. نعم، شكرا. نرجع إلى موضوعنا عن التساؤلات حول الإعجاز اللغوي في القرآن مع وجود أخطاء لغوية من نحو وصرف، فما رأيك في قول القرآن إنه إنا أنزلناه قرآنا عربيا؟ أيوة صح. فضل. هو بالتأكيد في أكتر من 9 آيات، نعم، بتتكلم على إنه بلسان عربي مبين، نعم، في سورة يوسف وطه والزمر وفصلت والشورى والزخرف والأحقاف والشعراء والنحل.
وهذا لسان عربي مبين. وأجمع المفسرين على كلمة مبين أي أفصح ما يكون من العربية. أها، فأنت مقتنع أنه بلسان عربي فصيح؟ هكذا يقولون. يعني أنت غير مقتنع. أنا أقتنع إزاي وأنا تحت إيدي ما يزيد عن 275 كلمة ليست عربية في القرآن؟ 275 بشهادة دائرة المعارف، مش دائرة المعارف، دائرة المعارف الإسلامية، الجزء 26 وفي صفحة 8222. أنت تقول هناك تساؤلات عددها ما يزيد عن 275؟ بالتأكيد. أها. كلمة ده أهو الكلمات الدخيلة. نعم. لم يجد المفسرون الأوائل حرجا في الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات الدخيلة في القرآن أو في مناقشته وإلى آخره من هذا الكلام. كلمات دخيلة يعني ما معنى كلمات الدخيلة؟ أهو فسر في تفسير. كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية والفارسية واليونانية والهندية والسريانية والعبرية والنبطية والقبطية والتركية والزنجية والبربرية. عدد كبير. نعم. من هذه الأمور جاء في الأثر عن ابن عباس ومن لف لفه كانوا يبدون اهتماما خاصا برصد أصول الكلمات وتحديد معانيها. نعم. لكنه بعد ظهور مبدأ القائل أن القرآن قديم ويتسم بالكمال ابتدأوا يغيروا من هنا ولكن القرآن عربي نقي. ولكن هذا ما تذكره دائرة المعارف، دائرة المعارف الإسلامية من صفحة 8222 إلى 8224 بتقول هذا الكلام. بتقول ولكن عددا من كبار علماء اللغة مثل أبي عبيد لم يكفوا عن القول بوجود كلمات دخيلة أعجمية في القرآن. وهناك عدد من الباحثين قد تحرروا تماما من الاعتبارات الدينية في بحث هذا الموضوع مثل السيوطي الذي أبدى اهتماما خاصا بالكلمات الدخيلة وحدد لها فصل كامل في كتاب الإتقان في علوم القرآن للكلمات التي ليست بلغة الحجاز، فصل للكلمات التي بلغة ليست بلغة العرب. وتضيف الموسوعة دائرة المعارف الإسلامية أنه في دراسة مستقلة للمتوكلي يقدم تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية والفارسية واليونانية والهندية والسريانية والعبرية إلى آخره. وهناك كلمات من هذه اللغات كلها موجودة في القرآن. حنوردها لك دلوقتي. وتورد دائرة المعارف الإسلامية أمثلة ذكرها السيوطي عن العناصر الدخيلة في ألفاظ القرآن إذ قالت الكلمات التي تعتبر غير عربية على الإطلاق ومن المحال ردها إلى جذور عربية مثل استبرق يعني الدباج الغليظ، نعم، الزنجبيل، الفردوس. وتذكر 275 كلمة غير عربية. هذه معلومات خطيرة جدا. هل تستطيع أن تعطينا بعض الأمثلة من هذه الكلمات الأعجمية بالصور التي ذكرت فيها؟ شوف عندنا كتاب اسمه تأريخ القرآن. تاريخ؟ تأريخ. تأريخ. تأريخ القرآن. نعم. للشيخ إبراهيم لبياري. طبعا دار الكتاب المصري بالقاهرة سنة 1981. أورد بعض الأمثلة للألفاظ الأعجمية في القرآن. وأشار إلى كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. تحب تعرف بعض الألفاظ ومعانيها ومواقعها؟ يا نعم، أنا عاوز أسألك عن بعض الكلمات الأعجمية ولغتها الأصلية ومعناها بالعربي. تمام كده. نعم، أول كلمة اللي هي الطور. الطور. نعم، كلمة أعجمية أصلها إيه؟ سريانية. معناها إيه؟ الجبل. أها. موجودة فين؟ سورة البقرة آية 63. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني فرفعنا فوقكم الجبل. الطور. الطور. نعم. مش 22 إلى الطور. الطور. طاط. نعم. طاط. يعني الجبل. طفقا. طفقا. طفقا.
طفق دي كلمة رومية معناها قصدا قصدا في الأعراف آية 22 وطفقا يخصفان عليهما آدم وحواء من ورق الجن. الرقيم كلمة رومية معناها لوح في سورة الكهف آية 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. في كلمة أخرى هدنة. هدنة كلمة عبرانية معناها تبنى. هدنة. الأعراف آية 156 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا إليك. سورة كلمة طه اللي هي سورة طه. تستغرب إنها مش كلمة عربية. دي أصلا كلمة عبرانية معناها طأ يا رجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى. ماذا عن كلمة سينين؟ ما لغتها الأصلية؟ عبرانية. ومعناها حسن. والتين والزيتون وطور سنين، يعني جبل الحسن بيحلف به الحسن. حلو. حسن. نعم. طيب وماذا عن كلمة السجل؟ السجل معناها دي فارسية ومعناها كتاب. والآية في الأنبياء آية 104 تبدو لي كلمة عربية. كلمة فارسية. فارسية. نعم. الأنبياء 104 نعم بتقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الاستبرق فارسية معناها الغليظ. جاءت في سورة الدخان 53 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. أو متقابلين. متقابلين. السندس. السندس. هندية. أصلها هندي. الرقيق من الستر. في سورة الدخان 53 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السري. سرية. السري. كلمة يونانية معناها النهر الصغير. في سورة مريم آية 24 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهرا تشربي منه فكلي واشربي. ماذا عن المشكاة؟ مشكاة كلمة حبشية معناها الكوة في الحيطة، فتحة في الحيطة. في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني حفرة في الحيطة حاطين فيها لمبة. في ناشئة الليل. وماذا عن الدري؟ مش كده؟ نعم. الدري كلمة حبشية معناها المضيء. يقول المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري. نعم. ناشئة الليل حبشي معناها قام من الليل. ودي مذكورة في المزمل آية 6 إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. كفلين حبشي معناها ضعفين. في سورة الحديد 28 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، يعني ضعفين. وماذا عن القسورة؟ القسورة كلمة حبشية معنى الأسد. في المدثر آية 51 فرت من قسورة، يعني فرت كأنها من أسد. من الأسد. وماذا عن الملة الأخرى؟ قبطية معناها الأولى. يعني كلمة أخرى مش كلمة عربية؟ الملة. الملة. الملة الأخرى الأولى. صاد آية 7 معناها الأولى؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. الملة الآخرة اللي هي الملة الأولى. وراءهم. نعم. وراءهم مش في ظهرهم. وراء المقبطية معناها أمامهم. شفت إزاي؟ يعني وراءهم من الخلف لو كانت عربية. لكن لما بتيجي بمعنى أمامهم بقت مأخوذة من القبطية في سورة الكهف وكان وراءهم مش وراهم وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
وفي ده في تفسير الطبري مش من عندي. أه. قال وكان أمامهم ملك. أه. وماذا عن بطائنها؟ قبطية برضو قبطية. وضد المعنى العربي بطن يعني بطن، لو خدناها من بطن البطن من جوه. البطن. أه. لكن في القبطية معناها ظواهرها من الخارج. والآية كده الرحمن آية 54 متكئين على فرش بطائنها من استبرق. يعني مظاهرها. نعم. استبرق. أباريق فارسية. أه. معناها أواني في سورة الواقعة آية 18. إنجيل يوناني معناها بشارة، فلما نقول إنجيل متى يعني بشارة اللي بشرها فيها متى. نعم. بشارة مفرحة. كلمة إنجيل وردت في القرآن أيضا. ما عشان كده. نعم. ما دي كلها كلمات وردت في القرآن. نعم. مش نعم. أصلها عربي. ويقولوا عليه بلسان عربي مبين. لا مش مبين، ده فيه كلمات أعجمية لغات أخرى. طيب تابوت قبطية برضه معناها صندوق. جهنم قبطية برضه عبرية. عبرية من العبرية معناها النار. ودي في سورة الأنفال 36. وماذا عن الزكاة؟ تصور كلمة عبرية. لا صدق، كلمة عبرية معناها حصة من المال، وهي أصلا كلمة عبرية. عبرية. يا لعجب العجب. عشان اليهود اللي كانوا منتشرين في المدينة. أه. فاللغة بتاعتهم دخلت استخدمت. سجيل. سجيل دي بهلوية يعني فارسية. فارسية بهلوية. آه. معناها الطين المتحجر، رماهم بحجارة من سجيل. طين متحجر. سرادق فارسي معناها الفسطاط. الايه؟ الفسطاط خيمة. خيمة. نعم خيمة. ماذا عن كلمة سورة من السور؟ سورة كلمة أصلها سريانية. معناها صف فصل أو شابتر. فصل من كتاب. ماذا عن الفردوس؟ الفردوس كلمة بهلوية معناها البستان. والطاغوس كلمة حبشية معناها الأنداد. طاغوت أنداد. ماعون كلمة عبرية. معناها القدر. يس. نعم الماعون. كلمة عبرية. فتصور كلمات كثيرة. 275 كلمة، احنا ذكرنا بس منهم 30. نعم. 275 كلمة أعجمية. نعم. وفي النهاية يقول لك بلسان عربي مبين. هناك سؤال من الحلقة السابقة لم يدركنا الوقت أسأله، ولدي سؤال أخير أيضا في هذه الحلقة. السؤال من الحلقة السابقة هو سؤال روحي يقول لماذا خلقني الله، وهذا سؤال يسأله جميع البشر. طبعا. اتفضل. في بعض الناس يقولوا ربنا خلقنا لنعبده. لتعبدون. خلقنا عشان نعبده، يعني الهدف عبادته. في الحالة دي الحقيقة بينظر إلى الله عايز ناس تعبده، يخلقهم بالهدف العبادة. لا، في المسيحية بقى الله خلقنا من فيض حبه. بيحبنا فخلقنا، فإحنا لما عرفنا حبه حبناه حب شديد، وقمة الحب هي العبادة. نعم. يقول لك فلان بيحب فلان لدرجة العبادة. يعني ايه العبادة؟ يعني ملوش حقوق عنده. العبد ملوش حقوق. فإذا العبادة نتيجة وليست هدفا. نعم نعم. وعشان كده المسيحية حب. بنقول ان ربنا خلقنا بالمحبة وعايزنا نعيش وياه نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أمين. إذا ليس للعبودية. لا، وإلا يبقى ربنا أناني. ولا أن نكون عبيدا لله. إحنا بمزاجنا. بل نكون عبدا لله. بمزاجنا. نعم. لكن مش ده هدف ربنا. نعم. وعبادتنا لله هي نتيجة الإيمان به. والحب. والحب له، فنسبحه. ونرفعه ونمجده ونعظمه. لأنه يليق به هذا كله، لكن مش هو خلقنا. نعم. للهدف ده. نعم. لكن دي نتيجة الحب. نعم. في واضحة واضحة قوي. نعم. الفرق بين الهدف والنتيجة. مش كده؟ الهدف والنتيجة. الـ 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 نعم. الهدف يعني واحد هدفه يعمل كده. لكن النتيجة نتيجة ما هيش الهدف، لكن بعد تحقيق الهدف نحصل على النتيجة. الهدف هو محبته إلى. أيوة.
والنتيجة هي العبادة. هي العبادة. شكرا. السؤال الأخير هو: ما هو المطلوب أن أعمله ليكون لي علاقة شخصية مع الله؟ الله الله، سؤال جميل قوي. لأن كل مخلوق يحن إلى الخالق. ده جميل قوي. تفضل. اللي أعمله إن أنا بس أسمع صوته، لأن هو بيقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. برنامجنا هذا قراعات من الرب على القلوب. بيقول أنا هنا، أنت قاعد تسمع، ما أنتش جايها بهازارد، ما أنتش جاي كده، لا ده في هدف وخطة. نعم. عشان تسمع، فلما أسمع قراعات حبه أفتح له قلبي. هو قال كده: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. ولما يخش إلى حياتي تتكون علاقة شخصية بيني ما بينه، علاقة حبية مبنية على محبته ليه، وهو اللي جالي عشان يخش قلبي. فإذا أنا أقبله أقول له: تفضل يا رب خش قلبي. يعني يا ريت كل المشاهدين دلوقتي يقول ويايا كده: يا رب أنت تقرع على باب قلبي، أنا أفتح لك يا سيدي، تفضل وحل فيا لأعيش في علاقة مقدسة معك، علاقة شخصية، علاقة حبية. آمين. أشكرك لأنك سامع الصلاة واستجبت لطلبتي. آمين. آمين. شكرا. ماذا يمنع هذه رغبة وشهوة كل إنسان أن يكون له علاقة شخصية مع الله؟ ما الذي يمنع الإنسان أن يصنع أو يتخذ هذا القرار؟ العوائق. ممكن تكون في عوائق كتير قوي، والعوائق كلها مني أنا مش من ربنا. لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإن كان هناك مانع فالمانع مني. غلاظة قلب، عدم رغبة، خطايا أنا متعلق بيها مش عايز أسيبها عشان أعيش مع ربنا. عدم ثقة وإيمان إن العملية بسهولة. نعم. إن الرب ممكن يخش قلبي ببساطة إنه بيحبني. عدم ثقة، عدم إيمان، مش كده؟ نعم. لكن لو كان الإنسان خالص في محبته لربنا، خالص في توبته، عايز يعيش لربنا، فبالتأكيد الله يحقق له أمنيته. بس هناك شيء كبير أقوى منا نحن البشر يفصلنا عن الله. خطيئة. نعم. شيطان. أه. خطية والشيطان. فأنا أحطهم مع بعض. طيب، الله إله محب بيدعوني إلى طريق الخلاص. نعم. ماشي. هيحرمني من ملذات جسدية، لكن هيمتعني بالفرح الروحي والسلام القلبي. الشيطان العكس، بيديني لذة وقتية وينزع مني السلام. أيهما أفضل؟ ما كل إنسان ناصح. نعم. وبيشوف العروض اللي بتتعرض عليه، وهو مسؤول عن اختياره. فدلوقتي الله بيعرض حبه، ويعرض مع الحب السلام والراحة والسعادة والأمان هنا في الأرض وهناك في السماء. الشيطان يعرض الخطية واللذة الوقتية والمتعة الأرضية، ويضيع، ينزع من الإنسان سلامه وسعادته، فيقعد تعبان، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ولا شبع. وعلى الإنسان العاقل أنه يفكر في حب ربنا والسلام معه، وإغراء الشيطان مع فقد السلام. لا سلام قال الرب الأشرار، بل الأشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع أن يهدأ، بل تقذف مياهه حمأة وطينا. أما المسيح فقال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فنيجي ونرمح حملنا عليه، تعبنا، مرضنا، اكتئابنا، ضيق احتياجاتنا، أقول له: يا رب أنت أبويا، أنا برمي كل حاجة تحت رجليك، أنت اللي بتعتني بطيور السماء. فحياتي بين إيديك. الله كرم الإنسان جدا وأحبه جدا. أتشارك معي بعض الآيات
كيف الله أكرم الإنسان. أي تفضل. منها لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء. يا سلام. أحباء. أنا أكون لكم وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. مش كده؟ يقول صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. لا تخف لأني معك. لا تتلفت لأني إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. لا تخف يا دودك يعقوب. قد جعلتك نورجا جديدا محددا ذا أسنان. تدرس الجبال وتزريها كالعصافة. الله مواعيده حلوة لأولاده. تعالوا إلي أعطيكم. أمين. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، هل سمعت الله يطرق على باب قلبك؟ الله منذ الأزل أحب الإنسان وكرمه وخلقه في أحسن تقويم، وخلق الإنسان على شابهته، فنحن مشابهين لله في الهيئة على أحسن تقويم. والله يقول لك في هذا الوقت محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. الله الرحيم، الآب الحنون المحب، هو مصدر المحبة ومصدر العطاء. يريد أن يعطينا الحياة الأبدية. أمين. ويريد أن يكتب أسماءنا في سفر الحياة. أمين. أنا اتخذت هذا القرار عن نفسي وسلمت قلبي إلى الله ورفعت عيني وروحي إلى صانع السماء والأرض وطلبت منه التوبة وطلبت أن أحيا له، وصارت لي شركة وعلاقة شخصية مع أبي السماوي. وما أحلى هذه العشرة، ما أحلى العشرة مع إله السماء والأرض، مع خالقي وملكي إله الآلهة ورب الأرباب. ارفع قلبك مع الله وسلم روحك وقلبك إليه كما يسكن في قلبك إلى الأبد، وتكون معه في السماء وفي الجنة الأبدية. شكرا وإلى اللقاء.